إلي إلي يا مو. إلك إلك يا مو، شبك انبرعتي هيك؟ وهذا المصحف لبنتك سعاد، وهذا الإنباز لجوزك عصام. ومن وين كل هدول يا مو؟ شلون من وين؟ من عمك مأمون، هدية لإلكم. ما قلتي لي عجبوكي؟ إيه شو عجبوني؟ بيطيروا ضبنات العقل. ولسه ما شفتي الأواعي والذهب اللي اشتريته. تكل جيبهم ورجيكي ياهم. وينك يا عمي أبو كامل من زمان؟ إيه والله شي بجنني. مبرومة الذهب لإلي أنا؟ الحمد لله يا شيخي، صرت عم بقدر أمشي وأطلع برات البيت، بس يعني مثل مشية الزلحفة على الهدى يعني. ما شاء الله ما شاء الله، المهم الحركة، والحركة بركة مثل ما بيقول. الحمد لله فضل علينا رب العالمين. المهم شلون خاطر، شلون شغله؟ منيح، مع أنه شايل الشغل الدكان لحاله. إيه خاطر شاب قبضاي وشغيله على كيفه، لازم يحمل مسؤولية على كتافه. إذا هلا ما اشتغل وتعب، إمتى بده يشتغل؟ المهم أبو خاطر، يعني عدم المؤاخذة، هالحالة اللي أنت فيها مو عاجبتني منوب. حالة شو شيخي؟ يعني صرت وحداني بعد ما تجوزوا البنات، وخاطر عم يطلع على شغل من الصبح للعشية، ما بدك مين يحوص فيك ويخدمك. شو قصدك يا أخي؟ إني أتجوز يعني؟ إيه تتجوز، شو في يعني؟ أنت لازمك وحدة تقوم بشغل البيت وتخدمك، اللي لشوف، شلون عم تاكل أنت وابنك خاطر؟ لا تقلي هو عم يطبخها. يا شيخ عبد العليم، يعني هذا بدل ما فكر بجوازة ابني خاطر بدك تجوزني إلي؟ يا سيدي جوز خاطر على كيفك، بس فكرك يعني إذا جوزته الكني رح تخدمك مثل مرتك؟ أبدا، أنت كبير ولا عيب ولا حرام أنك تتجوز وتريح حالك وتريح ابنك يا أبو خاطر. وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فكر فيها منيح ودرسها على مية مالك، والعروس موجودة. تخلاك مين العروس بقى؟ انت بس وافق على الموضوع وبخبرك بعدين.